الرئيس السيسي يستقبل اليوم وزراء بترول الدول العربية المصدرة للبترول أوابك. دمشق تعلن استشهاد الناشط اللبناني سمير القنطار في هجوم إرهابي، وحزب الله يؤكد أنه قتل في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في سوريا. اختتام محادثات السلام اليمنية في سويسرا اليوم، والقوات الشرعية تحقق تقدما على الأرض. مشاهدينا أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة من النيل للأخبار. أهلا بكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية اليوم وزراء بترول الدول العربية المصدرة للبترول أوابك. ويتواجد وزراء البترول العرب بالقاهرة حاليا لحضور المؤتمر الوزاري 95 لمجلس وزراء منظمة أوابك الذي تستضيفه القاهرة اليوم بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة، وهي السعودية والإمارات والبحرين والجزائر والعراق والكويت وقطر وسوريا وليبيا ومصر. وتبحث فعاليات مجلس وزراء أوابك مشروع ميزانية الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2016، كما سيستعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2015. ومتابعة ينضم إلينا من مقر انعقاد الدورة مراسل النيل محمد أبو حمد. محمد، كيف تتابع الفعاليات التحضيرية لبدء الدورة 95 لمجلس وزراء منظمة أوابك؟ بالفعل كان في الصباح، بدأت منذ في 10 من صباح اليوم الجلسة العامة المفتوحة. كانت هذه الجلسة مخصصة لمناقشة بعض البنود الأعمال المدرجة على جدول أعمال الدورة 95 في الدول المصدرة للبترول العربية أوابك. وبالفعل بعد الجلسة الافتتاحية تم تحويل الجلسة إلى جلسة مغلقة، ومنذ 5 دقائق فقط انتهت الجلسة المغلقة وخرج وزراء النفط كما ذكرت في الخبر. بالفعل توجهوا الآن لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الاتحادية. والأهم البنود التي تم مناقشتها هي مناقشة موازنة المنظمة لعام 2016، وتم مناقشة كافة أنشطة المنظمة خلال العام المنصرم عام 2015. وبالفعل هناك بنود مهمة كانت مدرجة على جدول الأعمال، وهو كيفية مواجهة تهاوي أسعار النفط في خلال الفترة الماضية التي لم تكن مسبوقة منذ 7 سنوات. وبالفعل كان هناك مناقشة من جانب مصر مع بعض الدول المصدرة النفط مثل السعودية والكويت والإمارات والعراق. وكانت هناك مناقشات داخل الجلسة المغلقة علمنا بها منذ قليل بعد خروج الوزراء من الجلسة. وكانت أهم المناقشات هي كيفية التعاون والتشاور ما بين الدول العربية لتحسين أداء الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وأيضا الحفاظ على مستوى مناسب للأسعار للدول المصدرة للنفط في الدول العربية. شكرا جزيلا من مقر انعقاد الدورة مراسل النيل محمد أبو حمد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إنجاز مشروعات تطوير الموانئ المصرية، خاصة الموانئ الستة ذات الصلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يساهم في توفير متطلبات التنمية في مصر والشرق الأوسط خلال 20 عاما المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بكل من أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، وهشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تنسى أبنائها الشهداء من القوات المسلحة والشرطة الذين يمثلون الدرع الواقي للبلاد، وتسهم تضحياتهم في حفظ الأمن والاستقرار للشعب المصري، وتدفع عنه ويلات ما تتعرض له المنطقة من عنف وفوضى. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس أمس مع والدي الشهيد مجند الشحات فتحي شتا شهيد الكتيبة 101 والشهيد مجند محمد أيمن السيد شهيد الصاعقة. الأجر مش إحنا، الأجر عند ربنا، لأن ده فدى 90 مليون بني آدم.
يعيشوا ويتأمنوا في أمان وفي سلام. بهذه الكلمات استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية والدي الشهيد مجند الشحات فتحي شتا شهيد الكتيبة 101 والذي قدم روحه فداء للوطن في 29 من يناير الماضي عندما دافع عن مخزن الذخيرة الخاص بالكتيبة وتمكن من إبعاد العناصر الإرهابية عن الموقع ليجود بروحه دفاعا عن الوطن وصونا لموقعه ولحياة زملائه. كما استقبل الرئيس السيسي والدي الشهيد مجند محمد أيمن السيد شهيد الصاعقة الذي استشهد في 15 من ديسمبر الجاري حينما افتدى 8 من زملائه باحتضانه أحد العناصر التكفيرية أثناء محاولته تفجير أحد المواقع العسكرية بمدينة العريش. لازم تبقوا واثقين أن ولادكم عملوا حاجة عظيمة قوي. لا صحيح، هو مش على قد زمايله اللي في الكتيبة اللي حماهم أو موقعه اللي هو قاعد فيه، لا لا، ده محمد الشحات حمى بلد، حمى 90 مليون، وده اللي بيعملوه ولادنا، يعني ده اللي بيعملوه كل الأبطال والرجالة اللي موجودة في الجيش وكمان في الشرطة على مصر بالكامل. الموضوع مش على قد موقعه أو مكانه، لا، انت لازم تبقى عارفة ان انت كنت محمد موجود هناك والشحات موجود هناك عشان احنا كلنا نعيش. باسم الشعب المصري قدم الرئيس الشكر لأهالي الشهيدين مؤكدا أن تضحياتهما لا تقتصر على حماية موقعيهما العسكريين وإنما تمتد لتسهم في رفعة الوطن والدفاع عن شعبه وصون مقدراته. أنتم قدمتم يعني أغلى ما عندكم لبلدكم، يعني هقولك باسم كل المصريين بقول لكم شكرا، باسم كل المصريين الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله احسن حاجه عملوه تشرف مصر وتشرف اهلهم وهم احسن 2 شباب واغلى 2 شباب ما شاء الله لمصر. صحيح. وكل ده يعني علشان خاطر مصر، وكلتنا أولاد مصر ودم أولادنا فدا مصر. وقد تقرر إطلاق اسم الشهيد مجند الشحات فتحي شتا على المدرسة التجارية برأس الخليج بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، كما تقرر إطلاق اسم الشهيد محمد أيمن السيد على مدرسة الإبراهيمية الابتدائية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وذلك تخليدا لذكراهما العطرة وبطولتهما في الدفاع عن مصر وشعبها. على رشوان النيل. تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين في قضية التخابر مع دولة قطر. كانت المحكمة أجلت جلسة أمس لاستكمال مناقشة الشهود الذين وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة الفنية التي تولت فحص أحراز القضية. يواجه المتهمون تهم التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة وإفشائها إلى دولة قطر. قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المشدد 10 سنوات على 18 متهما في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد. أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة من بينها التجمهر والتلويح بالعنف واقتحام القسم والقتل والشروع في القتل وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص. تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك جمال وعلاء وسبعة آخرين من كبار رجال الأعمال نظر القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب بالبورصة. كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم اشتراكهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين في جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني والاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع لوضع الإجراءات التشريعية والقانونية لوقف بث القنوات الفضائية التي تسيء لأي دولة عربية من الدول الأعضاء برئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة. يأتي الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب بشأن تشكيل فريق عمل متخصص من الدول الأعضاء ودعوة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات بهدف وقف بث القنوات التي تتدخل في شؤون الدول الأعضاء وتثير الفرقة والطائفية وتحرض على الإرهاب عبر منظومة عرب سات. نقل التلفزيون. نقل التلفزيون السوري عن مصادر رسمية قولها إن الناشط اللبناني سمير القنطار قتل في هجوم إرهابي. من جانبه أعلن حزب الله اللبناني أن غارة إسرائيلية على مبنى سكني في سوريا أدت إلى مقتل الناشط اللبناني سمير القنطار الذي يعرف بعميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية قبل إطلاق سراحه في العام 2008 ضمن صفقة تبادل. عميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية سمير القنطار قتل في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة جرمانة جنوب شرق دمشق بحسب رواية حزب الله وشهود عيان. أما الرواية الرسمية التي أعلنها التلفزيون السوري فأفادت بأن القنطار قتل في هجوم إرهابي. حزب الله اللبناني قال إن الغارة الإسرائيلية استهدفت القنطار وأدت أيضا إلى مقتل قيادي آخر هو مساعده في المجموعة ذاتها ويدعى فرحان الشعلان فضلا عن مقتل وإصابة آخرين من سكان المبنى الذي استهدفته الغارة الصاروخية. ناشطون سوريون قالوا إن الانفجارات التي هزت جنوب دمشق كانت نتيجة غارة لطائرتين إسرائيليتين اخترقت الأجواء السورية وقصفت المنطقة المراد تدميرها عن طريق 4 صواريخ بعيدة المدى. المرصد السوري نعى القنطار واصفا إياه بقائد المقاومة السورية لتحرير الجولان من الاحتلال الإسرائيلي. ويعد القنطار أقدم أسير لبناني في السجون الإسرائيلية حيث قضى بها أكثر من 3 عقود بتهمة قتل 4 إسرائيليين عام 1979 وهو في 16 من عمره وكان قد أفرج عنه عام 2008 في إطار صفقة تبادل للأسرى مع حزب الله اللبناني. الصفقة التي أفرج عن القنطار بموجبها تضمنت أيضا الإفراج عن 4 أسرى لبنانيين من أفراد حزب الله في مقابل تسليم الحزب جثث الجنديين الإسرائيليين الذين تم قتلهما في هجوم للحزب عام 2006 وهو الهجوم الذي أدى إلى اندلاع العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام نفسه. الأسير اللبناني لم يسلم من الملاحقات العدائية فقد حاول الطيران الإسرائيلي على مدار 5 سنوات خلال الصراع السوري استهداف القنطار داخل الأراضي السورية دون أن يتمكن من قتله بينما أدرجت الولايات المتحدة القنطار على لائحتها السوداء للإرهابيين الدوليين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت العميد ركن هشام جابر الباحث في قضايا الإرهاب ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات. سيادة العميد، كيف ترى تضارب الأنباء حول السبب وراء مقتل الناشط اللبناني سمير القنطار؟ هل هو مستهدف فعلا أم أنها عملية عسكرية إسرائيلية وبالصدفة كان أحد الضحايا سمير القنطار؟ لا إطلاقا، سمير القنطار هدفا لإسرائيل. هذه العملية العسكرية استهدفت سمير القنطار شخصيا وكان هناك استخبارات دقيقة، وأكبر دليل أن البيت الذي تم قصفه وتدميره كان يوجد به سمير القنطار، يظهر على أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تراقبه عن كثب. نعم، إذن لماذا انتظرت إسرائيل كل هذه السنوات حتى تستهدف سمير القنطار؟ لا، هي حاولت استهدافه أكثر من مرة. نعم. كما ذكر تقريركم. إنما هذه المرة سمير القنطار يعني عندما استحصلت على معلومات دقيقة عن مكان وجوده تمت هذه الغارة، إنما لم يتوضع حتى هذه الساعة إذا كانت فعلا غارة جوية أم غارة كما ذكر بصاروخ. أنا أرجح أن تكون جوية. وإذا كانت جوية هناك أسئلة كثيرة تطرح، إذا كانت طائرة مقاتلة استباحت الأجواء السورية هناك سؤال يطرح عن التنسيق مع القيادة الروسية التي بعد أن أسقطت طائرتها بدأت يعني لم تعد الأجواء السورية مستباحة وأعلمت كل من يهمه الأمر وجوب التنسيق معها. أما إذا كانت الدرون يعني طائرة بدون طيار فبرأيي الوضع يختلف. نعم، هل ترى
المتوقع أن تحدث على إثر عملية الاغتيال هذا؟ حتما، أنا أعتقد حزب الله لن يسكت على هذا مقتل قيادي كبير، وهو علامة فارقة كونه لا ينتمي إلى الطائفة الشيعية كما العادة، يعني من أفراد حزب الله هو درزي ويتمتع بنفوذ في تلك المنطقة، وهو مسؤول عن المقاومة السورية في الجولان المحرر مقابل إسرائيل. نعم. وقتل معه أيضا فرحان الشعلان وهو قيادي في تلك المقاومة وهو درزي أيضا. أنا أعتقد حزب الله سيرد، إنما يرد بشكل محدود، لن يفتح حتما الجبهة اللبنانية يعني في هذا التوقيت، خاصة والقرار 1701، لأن الموضوع فتح الجبهة هو شأن إقليمي كبير. إنما حزب الله سيرد، وأنا أرجح أن الرد سيكون من تلك المنطقة، يعني من ريف القنيطرة مقابل خط وقف إطلاق النار، والتوقيت هو الذي الميدان والأوضاع الميدانية المناسبة هي التي تفرض التوقيت. نعم، أشكرك سيادة العميد ركن هشام جابر، الباحث في قضايا الإرهاب ورئيس مركز الشرق الأوسط. قتل 3 أشخاص من بينهم سعودي إثر سقوط قذيفة على نجران جنوب السعودية من داخل الأراضي اليمنية. وأفاد متحدث إعلامي للدفاع المدني في نجران المقدم علي بن عمير الشهراني أن الهجوم أسفر عن استشهاد مواطن ووفاة عاملين من الجنسية الهندية، وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات مستمرة من الميليشيات الحوثية وأعوان الرئيس المخلوع علي عبد الله الصالح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من العسكريين والمواطنين والمقيمين بالمملكة. هذا ومن المقرر أن تختتم اليوم مفاوضات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة في سويسرا، وذلك غداة اتفاق وفدي المفاوضات على تشكيل لجنة عسكرية محايدة مكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وفرض احترام الهدنة النظرية القائمة. يأتي هذا في الوقت الذي قصفت فيه طائرات دول التحالف العربي صباح اليوم مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح في صنعاء، وذلك بعد معارك دامية بين القوات الحكومية والمتمردين في شمال اليمن خلفت 68 قتيلا. في انفراجة بين طرفي مفاوضات السلام اليمنية، اتفق وفد المفاوضات التي تعقد بسويسرا على تشكيل لجنة محايدة لفرض احترام الهدنة. وقال عضو في الوفد الحكومي للمفاوضات ان هناك توافقا على انشاء لجنة عسكرية محايدة تكلف بمراقبة وقف اطلاق النار، لكن هذه الأنباء جاءت مع وقوع خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في اليمن من جانب الانقلابيين الحوثيين منذ بدء سريانه يوم الثلاثاء الماضي. المبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد عبر عن قلقه البالغ بشأن هذه الخروقات في حين انتهى اليوم 5 من مباحثات جنيف دون إحراز تقدم. وعلى الصعيد الميداني ووفقا لمصادر عسكرية وقبلية، قتل نحو 70 شخصا في معارك شرسة بين القوات الحكومية والمتمردين في شمال اليمن، في حين أصيب نحو 90 آخرين بجروح. وأصبحت القوات الحكومية على بعد 40 كيلومترا من العاصمة صنعاء وتحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية، ووصلت القوات الحكومية الضغط في مديرية نهم في محافظة صنعاء بعد تحقيق تقدم كبير في محافظة مأرب شرقي العاصمة. كما فرضت القوات الموالية للرئيس عبد رب منصور هادي مدعومة من قبائل المنطقة حصارا على قاعدة فرد العسكرية في نهم شمال شرقي العاصمة. في المقابل شنت ميليشيات الحوثيين وصالح هجوما صاروخيا على محافظة مأرب، غير أن منظومة صواريخ باتريوت التابعة لقوات التحالف العربي أسقطت الصاروخ ودمرته في الجو. ومتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من عدن الكاتب الصحفي ياسر اليافعي. سيد ياسر، اليوم سيتم اختتام مفاوضات مؤتمر السلام الخاص باليمن بسويسرا، كيف تتوقع أن تسفر هذه المباحثات في ظل الأوضاع الميدانية المتدهورة؟ أهلا وسهلا. طبعا حسب المؤشرات الأولية والمعلومات الواردة من جنيف، المؤتمر المحادثات كتب لها الفشل، لم تخرج بأي نتيجة، حتى صيغة الإدخال الصيغة التي كانت خلال الأيام السابقة بإدخال المعونات الإنسانية لا تعز، يبدو أنها لم تطبق حتى الآن ولم تنفذ. يبدو أن التصعيد على الأرض خصوصا بعد إحراز قوات الرئيس هادي تقدما ملحوظا وصلت على بعد 40 كيلومتر هو الذي سيفرق نفسه، يعني التصعيد على الأرض هو الذي سيفرق نفسه خلال الأيام القادمة، بينما المفاوضات بحسب المؤشرات لم يسفر عنها أي نتيجة حتى الآن، لا الإفراج عن
الأسرى والمختطفين لدى ميليشيات الحوثي ولا وقف إطلاق النار. طيب بحسب أيضا اتفاق وفدي المفاوضات يعني هناك اتفاق مبدئي على تشكيل لجنة عسكرية محايدة لمراقبة وقف إطلاق النار ما بين الأطراف جميعها. كيف ترى هذه اللجنة والآليات التي يمكن من خلالها بالفعل مراقبة وقف إطلاق النار؟ أعتقد أنه من الصعوبة في هذه المرحلة تشكيل لجنة وقف إطلاق النار، وخصوصا إن لم يكن هناك بوادر حسنية من الجانبين، وتحديدا من جانب الميليشيات، لأنه حتى الآن لم تفرق عن وزير الدفاع، ما زال تحت الأسر. كذلك الحرب ما زالت طاحنة في محافظة تعز وحصار محافظة تعز وقصف المدنيين، أطلاق صواريخ البالستية على السعودية وكذلك على مواقع الجيش في مأرب. لا يعني المؤشرات على الأرض تقول أنه لا يمكن تشكيل أي لجنة، وأن التصعيد العسكري على الأرض هو الذي سيتم خلال الأيام القادمة. والمشاورات كانت كل طرف هرب من ضغوطات الميليشيات الحوثية، هربت من ضغوطات الهزائم من الحوار، و الشرعية هربت من الضغوط الدولية بضرورة إيقاف الحرب. شكرا جزيلا السيد ياسر اليافعي الكاتب الصحفي من عدن. أقر وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر بأن التحالف الدولي الذي تقوده بلاده ضد تنظيم داعش ربما يكون مسؤولا مع الجانب العراقي عن الغارة الجوية الخاطئة التي أسفرت عن مقتل جنود عراقيين الجمعة الماضية، وأعلنت بغداد أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الغارة. كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت مقتل ضابط وتسعة جنود عراقيين جراء غارة لطيران التحالف الدولي غربي بغداد. لقي العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم في قصف للطيران العراقي بمدينة الرمادي بمحافظة الأنبار غرب العراق. كما شنت طائرات التحالف الدولي 17 غارة جوية على تنظيم داعش في العراق، استهدفت مواقع للتنظيم قرب 5 مدن من بينها الموصل والرمادي. استمرارا للعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق، لقي العشرات من عناصر التنظيم مصرعهم في قصف للطيران العراقي بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، كما قتل مسؤول المفارز العسكرية للتنظيم بالمدينة. وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن طيران القوة الجوية ووفق معلومات من جهاز المخابرات الوطني وجه ضربة دقيقة أسفرت عن قتل الإرهابي عبد الرحمن المصري بالرمادي. وأشارت الخلية إلى أن طيران القوة الجوية العراقية قتل 30 إرهابيا من داعش بينهم قيادات في التنظيم نتيجة قصفه تجمعات لهم في منطقة حي الجمعية بالرمادي. كما قصف الطيران العراقي مواقع داعش في مناطق الجمعية والحوز والثيلة وسط مدينة الرمادي، مستهدفا تجمعات لإرهابي التنظيم داخل هذه الأحياء. القصف أدى إلى مقتل العشرات وتدمير العديد من الآليات العسكرية ومركبات مزودة بأسلحة رشاشة، إضافة إلى أنفاق ومخابئ للأسلحة والعتاد. وبدوره قال التحالف الدولي إن طائرات الولايات المتحدة وحلفائها شنت 17 غارة جوية على تنظيم داعش في العراق، بينها غارة قرب مدينة الفلوجة العراقية. كما قصفت الطائرات أهدافا للتنظيم قرب 5 مدن أخرى بينها الموصل والرمادي. أعلنت تركيا أنها ستواصل سحب قواتها من العراق بعد دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي إلى اتخاذ هذا الإجراء لتهدئة التوتر بين البلدين الجارين. وأقرت وزارة الخارجية التركية بوجود سوء تواصل مع بغداد فيما يتعلق بنشرها قوات في معسكر بعشيقة شمال البلاد. كانت أنقرة نشرت الجنود في بعشيقة أوائل ديسمبر الماضي قائلة إن القوة تأتي في إطار بعثة دولية لتدريب وتجهيز القوات العراقية قتال تنظيم داعش، لكن بغداد نددت بالتحرك قائلة إنها لم توجه الدعوة أبدا لمثل هذه القوة. قتل 100 شخصان يعتقد أنهم من حزب العمال الكردستاني أثناء عملية عسكرية واسعة مستمرة منذ 5 أيام في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية بحسب ما أعلن مصدر أمني تركي اليوم. كما أكد المصدر مقتل جنديين و5 مدنيين على الأقل في المعارك. كان الجيش التركي قد شن الأربعاء الماضي عملية واسعة لمشاركة مع القوات الخاصة في الشرطة يهدف إلى إخراج نشطي حزب العمال الكردستاني من بعض المناطق.
المناطق، وتمت تعبئة نحو 10,000 عنصر مدعومين بدبابات لهذا الهجوم غير المسبوق بحجمه على مدينتي جزري وسيلوبي الواقعتين في محافظة سيرناك القريبتين من الحدود السورية والعراقية، علما بأن المدينتين تخضعان لحظر التجول. وأفادت حصيلة سابقة للجيش عن مقتل 70 ناشطا. وبانوراما نيل زالت تتواصل معكم مشاهدينا، وفيها بعد أخبار الاقتصاد: انتخابات برلمانية في إسبانيا وسط توقعات بصعود أحزاب جديدة إلى المشهد السياسي في البلاد. الرئيس السيسي يستقبل اليوم وزراء البترول الدول العربية المصدرة للبترول أوبك. دمشق تعلن استشهاد الناشط اللبناني سمير القنطار في هجوم إرهابي، وحزب الله يؤكد أنه قتل في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في سوريا. اختتام محادثات السلام اليمنية في سويسرا اليوم، والقوات الشرعية تحقق تقدما على الأرض. ونتحول في بانوراما نيل إلى أخبار الاقتصاد، تقدمها لنا حنان الخولي. إليك حنان. شكرا لكم نرمين ومنى. مشاهدين أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية وأبرز ما فيها: البورصة المصرية تواصل مسيرة صعودها والمؤشرات تحقق مكاسب قوية خلال تعاملات مستهل تداولات الأسبوع. تفاصيل، حيث واصلت البورصة المصرية مسيرة الصعود التي افتتحتها الأسبوع الماضي، وصعدت جميع مؤشراتها وسط تعاملات مستهل تداولات الأسبوع، بينما بيانات الأداء الجيدة وصفقة كابيتال تولد قوة دافعة متواصلة للسوق. هذا وقد صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.17%، في حين كان أداء مؤشر أسهم الشركات الصغيرة المتوسطة EGX 70 أفضل، وصعد مع قدوم منتصف التعاملات بنسبة بلغت 0.31%. الارتفاعات امتدت كذلك لمؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.9%. كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تراجع مؤشرات الصادرات المصرية غير البترولية خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 17.32% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت تلك الصادرات خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 18.69% عن مستواها في نفس الشهر من العام السابق هذا. ويتوقع المهندس طارق قبيل وزير التجارة أن يستجيب أداء الصادرات المصرية للإجراءات الحكومية التي اتخذت خلال الشهرين الماضيين لتنشيط الصادرات بشكل تدريجي. صادق برلمان أورغواي على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركوسور، وبهذا التصديق يصبح عدد الدول التي أنهت إجراءات التصديق على الاتفاقية المشار إليها 3 دول، وهي مصر والبرازيل وأورغواي. يتبقى فقط إنهاء نفس الإجراءات بدولتي الأرجنتين وباراغواي حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل رسمي. يتكون تجمع الميركوسور
شير أو ما يطلق عليه السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من 4 دول، وهي البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأورغواي، يعتبر أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم. اعتبر وزير المالية هاني قدري أن قرار مؤسسة فيتش الائتمانية بتثبيت تصنيفها الائتماني يعبر عن صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية. كانت فيتش قد أبقت تصنيفها لمصر عند مستوى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك لتوازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري، مع تبني الدولة لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل. في تونس توقعت وزارة المالية نمو اقتصادي بلادها خلال 2016 بنسبة بلغت 2.5%، مؤكدة أن الحكومة تستهدف رفعها إلى 5% بحلول عام 2020. أكدت الوزارة أنها تعمل حاليا على زيادة الميزانيات المخصصة لكافة المناطق بهدف جلب الاستثمارات، وخاصة في المناطق الأقل حظا في التنمية. انتهى المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية السبت في كينيا دون التوافق على جولة الدوحة التي تشهد تعثرا منذ 14 عاما. تهدف رزنامة الدوحة إلى تحرير التجارة العالمية على قاعدة متعددة الأطراف، وذلك عبر تقليص الحواجز التجارية على أن يصب في مصلحة الدول النامية. في المقابل نجح المؤتمر في التوافق على وقف دعم الصادرات الزراعية، بحيث تتخذ الدول المتطورة هذا الإجراء فورا وتطبقه الدول النامية اعتبارا من 2018. المؤتمر أتاح كذلك تحديد جدول زمني لتطبيق اتفاق يهدف لإلغاء الرسوم الجمركية عن منتجات تكنولوجية تقدر القيمة السنوية لتجارتها ب 1300 مليون دولار. أثارت خطة حكومية لتخصيص أراضي زراعية قريبة من العاصمة الإثيوبية لاستثمارات جديدة احتجاجات وأعمال عنف تعد هي الأسوأ منذ 10 سنوات. وكشفت مصادر من المعارضة الإثيوبية عن مقتل 35 شخصا في الاشتباكات التي نشبت بين الشركة وبين سكان محليين معترضين على معايير تخصيص الأراضي. وتسلط الاحتجاجات الضوء على التحدي الذي يواجه إثيوبيا، في حين تسعى الحكومة لإحداث التغيير وبناء صناعة جديدة في البلاد التي ما يزال معظم سكانها يعتمدون على مزارع صغيرة لكسب قوتهم. وصلنا مشاهدينا لختام هذه النشرة الاقتصادية، شكرا لطيب المتابعة، عودة مرة أخرى لمواصلة عالم ظهيرة مع نرمين ومنى، إليكما. شكرا لك يا حنان. حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من احتمال شن متطرفين هجوما اليوم على مركز للتسوق في أحد الأحياء الراقية بتونس العاصمة. وناشد بيان سفارة الولايات المتحدة بتونس بموقعها على الإنترنت مواطني الولايات المتحدة بتجنب الاقتراب من المركز التجاري الواقع على ضفاف البحيرة بالعاصمة. كانت تونس شهدت خلال العام الجاري 3 هجمات إرهابية دامية، استهدف الأول سياحا في متحف باردو بتونس العاصمة في مارس، والثاني استهدف سائحين في منتجع سوسة في أكتوبر، فيما طالت الهجمة الأخيرة حافلة للحرس الرئاسي في نوفمبر الماضي. يختار الناخبون في إسبانيا برلمانا جديدا وسط توقعات بأن تحقق أحزاب حديثة العهد على الساحة السياسية مكاسب كبيرة على حساب المحافظين والاشتراكيين الذين هيمنوا في العادة على المشهد في البلاد. وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الشعبي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي سيفوز في الانتخابات، لكنه لن يحصل على أغلبية مطلقة. تشهد إسبانيا انتخابات تشريعية هي الأكثر التباسا منذ 40 عاما، وسط توقعات بأن تحقق أحزاب حديثة العهد على الساحة السياسية مكاسب كبيرة على حساب المحافظين والاشتراكيين الذين هيمنوا سابقا على المشهد العام. فاستطلاعات الرأي أظهرت أن الحزب الشعبي المحافظ الحاكم بزعامة ماريانو راخوي سيفوز بالانتخابات، لكنه لن يحقق الأغلبية المطلقة،
مما يشير إلى حالة جمود يتفق المحلون على أنها ستعطل على الأرجح برنامج إصلاحات اقتصادية ساعد في إخراج البلاد من الركود وحقق تقدما وإن لم يكن ملحوظا في مجال خفض معدل البطالة. لكن الكثير من الإسبان يرون في الانتخابات فرصة لهز دعائم المؤسسة السياسية التي باتوا يعتبرونها غير فاعلة وفاسدة. إنها انتخابات مهمة لأنها تنهي فترة تداول السلطة بين حزبين، وهذا هو الفرق الذي تحدثه هذه الانتخابات عن الانتخابات السابقة، ولهذا السبب أنا أتقدم الصفوف للإدلاء بصوتي. الانتخابات مهمة في الوقت الراهن لأننا نتعافى من الأزمة الاقتصادية ومن الأهمية بمكان لمن نعطي أصواتنا، لأن تبعات القرار ستؤثر على مجريات الأحداث في البلاد. ويتوقع أن يأتي الاشتراكيون في المرتبة الثانية بينما يتنافس حزبان نحن قادرون والمواطنون الليبراليون الجديدان على المركز الثالث حتى ينضم أيهما إلى محادثات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات. وعلى الرغم من أن واحدا من كل 5 ناخبين لم يحسم أمره بعد، فإن أي تطور عدا فوز الحزب الشعبي المحافظ سيعتبر مفاجأة كبيرة. ويرى المراقبون أن هذه الانتخابات ستشكل نهاية نظام تداول السلطة بين حزبين أساسيين الذي ساد منذ نهاية حقبة الدكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975، ويفتتح عهدا لم يختبر من قبل، ويحتمل أن يحكمه التقلب الناتج عن التوافقات السياسية، ما قد يعقد جهود تشكيل حكومة مستقرة ويثير احتمالات ببدء عهد جديد من السياسات التوافقية أو فترة من عدم الاستقرار. شنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون هجوما ضد أبرز المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية الملياردير دونالد ترامب، مشيرة إلى أن خطابه ضد المسلمين يضر بالحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وانتقدت كلينتون خلال مناظرة تلفزيونية للمرشحين عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة تصريحات الجمهوري ترامب ضد الإسلام والمسلمين، ووصفتها بأنها تدفع نحو جذب عدد أكبر من العناصر المتشددة للانضمام إلى تنظيم داعش. وأشارت كلينتون إلى أن تشكيل تحالف لمواجهة داعش لا يجب أن يغفل الدول الشعوب الإسلامية. أعلنت السلطات الإندونيسية أنه تم العثور اليوم على 4 ناجين من ركاب عبارة فقدت أمس في وسط الأرخبيل وعلى متنها 118 شخصا بعدما أرسلت نداء استغاثة إثر تعرضها لحادث، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن العبارة ما زالت مستمرة. وقال رئيس عمليات البحث والإنقاذ إن الناجين 4 وهم رجلان وامرأة وطفل عثر عليهم معلقين بعوامات صيد وسط البحر الهائج على بعد 15 ميلا بحريا عن اليابسة. وأوضحت الوزارة أن عمليات البحث عن العبارة تعيقها الأمواج العاتية والرياح الشديدة، مشيرة إلى أن سفنا ضخمة عديدة تشارك في عمليات البحث. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. فن الرسم على الماء أو الإبرو فن إبداعي تتميز به تركيا منذ مئات السنين.